وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ حسن بخاري محاضرته بالحديث عن جملة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فيقول فضيلته: حديث مفيد أن نجعل نصب أعيننا هذه السنن النبوية في رمضان لنجعلها عمليا في حياتنا مع أول دخول رمضان من أول لياليه. ثالثا، كان من شأنه أيضا عليه الصلاة والسلام في رمضان تحديدا أنه يترخص في السفر إذا سافر في رمضان، فثبت عنه أنه كان يصوم في سفره أحيانا وكان يفطر أحيانا، فتبين من ذلك أن المسألة متعلقة بالصائم، فأيهما كان أطيب له وأوفق له فعله عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث: كنا في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في سفره في رمضان لفتح مكة أنه لما بلغ قديد أو نحوها أفطر، وأمر الصحابة بالفطر وقال إنه أقوى لكم على لقاء عدوكم، ولما أصر بعض الصحابة على إكمال الصيام قال: أولئك هم العصاة، فرفض عليه الصلاة والسلام. إذن في السفر تصوم أو تفطر في رمضان؟ إذا سافرت فالسنة لك أن تتخير ما هو أولى بك، فإن استطعت أن تصوم وكان الصيام مستطاعا غير شاق ورأيت أنه لا يتيسر لك القضاء بعد رمضان فلك أن تصوم. إذا رافقت رفقة سافرت في رمضان ورأيتهم أفطروا وصعب أن تصوم وحدك بينهم فأفطر معهم وأنت معذور وتقضي بعد رمضان، الأمر في هذا واسع. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أحيانا في السفر وكان يفطر أحيانا، فإذا أفطر قضى بعد رمضان.